بسم الله الرحمن الرحيم. فوائد الأفوكادو لمرضى السكري وضغط الدم هو موضوع اليوم. في البداية أوضح أن الأفوكادو من الفواكه، لكن في الطعم يشبه الخضروات، لهذا يعتقد البعض أنه من الخضروات. والأفوكادو شجرة دائمة الخضرة تشتهر بها المكسيك، ولها ثمار تشبه شكل ثمار الإيجاز، لكنها كبيرة الحجم، فطولها ما بين 7 إلى 20 سنتيمتر. وثمرة الأفوكادو ثمرة غنية بالفيتامينات مثل فيتامين E وفيتامين A وكاف وسي وحمض الفوليك، وتحتوي على معادن مهمة لجسم الإنسان، خاصة الحديد، النحاس، السيلينيوم والبوتاسيوم، عدا عن احتوائها على مضادات أكسدة قوية وبروتين وأحماض دهنية مشبعة وغير مشبعة بنسب مرتفعة. ولعل احتواء هذه الفاكهة على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة بنسب عالية هو الذي يميز هذه الفاكهة. وكما قلت، فإن ثمرة الأفوكادو غنية بالبوتاسيوم الذي يساعد في السيطرة على مستوى ضغط الدم، كما أن محتوى الأفوكادو من فيتامين E وحمض الفوليك والدهون الغير مشبعة يساهم في الحفاظ على صحة القلب، خاصة أنه يساهم في خفض مستوى الكوليسترول السيء ورفع مستوى الكوليسترول الجيد بنفس الوقت، وهذا ما يمنحه فوائد إضافية لمرضى الضغط والسكري. وبالنسبة لمرضى السكري، فإن الأفوكادو يحتوي على مستويات متوازنة من الكربوهيدرات المنخفضة ونسبة عالية من الألياف، أي أن ليس له تأثير كبير على مستويات سكر الدم. عدا عن ذلك، فإن المحتوى العالي للدهون الغير مشبعة لثمرة الأفوكادو لها تأثير جيد على الاستخدام الفعال للأنسولين في الجسم، بل إن البعض يوصي بتناول الأفوكادو كونه يساعد في خفض الجلوكوز في الدم لاحتوائه على أحادي السكريد ومانوهبتانوز الذي هو مثبط للهيكسوكاينيز، لهذا يمكن تناول هذه الثمرة من قبل مرضى السكري. وليس هذا فقط، بل إن ثمرة الأفوكادو تحفز الجسم أو الكبد على إنتاج الجلوبيولين الجنسي الذي له حالة مرتبطة بالهرمونات الجنسية وينظم تواجدها الحيوي، وبالتالي يرتبط بالهرمونات الجنسية لدى الرجال مما يحسن من الوظيفة الجنسية. فالأفوكادو فاكهة معروفة بأنها تحسن من الرغبة والضعف الجنسي لدى الرجال، بل يتعدى الأمر ذلك، فهي مفيدة لصحة العيون والجلد وفوائد أخرى عديدة لمرضى السكري. وللعلم، فإن الأفوكادو ثمرة قابلة للطبخ، فكما قلت طعمها يشبه طعم الخضروات، وبالتالي يمكن طبخها أو أن تؤكل نيئة على شكل سلطات، أو يمكن مزجها مع الحليب وتناولها. دمتم بخير.